السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكويسين، كل سنة وانتم طيبين. رجعت لكم يا جدعان بفيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. طبعا يا جدعان فيديو كده فيه حبة حاجات حلوة وحبة حاجات وحشة، وفي مفاجأة يا جدعان بإذن الله هتغير شكل القناة عامة، يعني بإذن الله مفاجأة اللي هقولكوا في قلب الفيديو دي، انتظروا اسمعوها ان بجد هتغير شكل القناة، وهيبقى بصوا فيها حاجات تانية جامدة اوي. ماشي يا جدعان، فقبل ما نبدأ صلى على النبي، ويا ريت يا جدعان يا ريت يا جدعان تدعموني عشان بإذن الله اللي جاي شديد اوي بإذن الله. طيب انا كنت قلت لكم من فترة ان انا هعمل تغييرات في الغية، وهجيب خشب وهنجيب صقور وتعابين والكلام ده كله، صح؟ صح. ليه انا ما عملتش كده؟ طبعا يا جدعان انا كنت هعمل ده كله، وده هيتعمل ان شاء الله، بس انا دلوقتي هعزل من البيت اللي انا فيه ده، هعزل من البيت اللي انا فيه ده. طيب حد يقول لي هتروح فين؟ ايه اللي هيتغير في شكل القناة والكلام ده كله؟ طبعا يا جدعان قبل ما اقول لكم كل ده، عايزكم تكملوا الفيديو للاخر، عشان برضك في كده كام حاجة حصلت في الغية تزعل، وكام حاجة تفرح، فايه كل ده هنعمله هنقوله، بس ايه صل على النبي بقى. بص يا جدعان، انا هعزل رايح دار السلام، دي بلدي يا جدعان ومنطقتي، وبصوا المنطقه دي اللي ما يعرفهاش، بصوا منبع حمام. عارفين يعني ايه منبع حمام؟ منطقه زي هداك يا جدعان، يعني كل سطح تلاقي عليه غيه، وان شاء الله هناخد الغيه ديت باذن الله، هنحطها هناك وهنعمل بقى تجديداتنا، وهنعمل كل اللي احنا عايزينه هنعمله هناك، وهناك بقى يبقى في نش، وبصوا هنخش مع ده ومع ده. بصوا بقى سيبوكوا بقى من شغل العك اللي كان هنا، اللي هو نفتح الاسوس ان مفيش حد اصلا بينش جنبي، نفتح الاسوس نفتح مش عارف لايه، قاعدين مفيش ملل. طبعا دلوقتي بقى رايحين الشغل الجد، رايحين الشغل الدمار، غيات كتير هنطلعها، محلات هننزل نصور فيها، فكل ده متاح هناك. انا كنت عايز اعمل كل ده، بس انا عشان هنا في اكتوبر، عشان اروح هناك واعمل كل ده فكان صعب بالنسبه لي. ماشي يا جدعان، دي اول حاجه. تاني حاجه، الفيديوهات الجايه ان شاء الله، واحنا بقى بننقل الغايه دي، واحنا بنفكها، واحنا بنروح ننصبها هناك، واحنا بقى بصوا هناخدها واحده واحده باذن الله، فيديوهات هتمتعكم. وكمان البيت اللي انا رايحه لازق فيه غيه اطول مني بكتير، يعني هيبقى فيه شغل ومنافسات وحرب. وبصوا يا جدعان انا مشتاق بجد اروح هناك، ان هيبقى فيه كل حاجه حلوه. فتعالوا بقى عشان ما اطولش عليكم، يا رب تكون المفاجاه عجبتكم. تعالوا دلوقتي نفتح البيبان ونشوف ايه اللي حصل مع الحمام. يلا بينا، يلا بينا. طبعا يا جدعان دولك الشابين الجنانية طلعوا دكر وانتاية. الدكر ده بصوا اضرب يالا اضرب يا الدكر ده، ومكسوف من الكاميرا ليه؟ ما كنتش مرة احط ايدي غير ما يقعد يضرب. بصوا بصوا عامل ازاي، بصوا يقعد يضرب ويعمل قلب دكر، وبيحب انتايته قوي اللي هي جوه هناك دي. تمام، دي كده اول حاجة. تاني حاجة يا جدعان، القص دولك الدكر ده اليوم بتاع الرماية اللي جه فيه، في نفس اليوم يا جدعان جيت ما لقيتهوش، قعد يومين بره، كان فين انا ما اعرفش، جه امبارح بالليل يا جدعان. تمام تمام، اهو جه مع الحمام. نشوف بقى ايه القص دولك امك يا جدعان، الزغلول ده بسم الله ما شاء الله اتظبط وبقى حلو، اللهم صل على النبي، ربنا يبارك فيه. القص دولك خدوا بعض. تمام يا جدعان، النتايه دي انا مسكتها في اليوم، وفي نفس اليوم الدكر خدها وكسر عليها، وهم اللي اختاروا الباب ده. دولك لسه زي ما هم، الدكر ده اللي كان بيترمي يا جدعان في الرمايه. تمام، حد يسالني ازيك يا جدعان الدكر بتاعها في نفس اليوم اللي الدكر دوت كانش موجود، دوت برضك جيت ما لقيتوش، هما جم من الرمايه، راحوا فين؟ الله على اعلم، يعني جم مثلا قولي انا جيت ورجعوا تاني مثلا عجبهم حد غواهم مثلا، تفهمش. فسهله قوي، جه ما جاش، خلاص ده دكر البلد يعني. دولك جدو يا جدو، اه دول لسه محصين ما شاء الله. حد يقول لي بقى انت بنت الحمام ده تحتي حصى وتحتي زغلله هتنقله ازاي؟ كل حاجه يا جدعان هتشوفوها في الفيديو. دولك طبعا يا جدعان اللي احنا جوزناهم، بصوا جهزوا ريش اهي، جهزوا ريش كده هيحصوا. كل حاجه هتشوفوها في الفيديوهات يا جدعان ان شاء الله، واحنا بننقل الحمام واحنا بنفك الغيه، وهوريكم ازاي الحمام ده هناخده ببيضه ونخليه يقعد على بيضه هناك كمان. ديك الزغلل دي هناخدها نفتح لها هناك كمان، وهنجيب بقى عليها حبه زغلل نضاف، هنرجع بقى باذن الله بشغل تقيل ان شاء الله. والدقرين دول بردك هاخدهم بردك، هنستفاد بيهم بردك هناك. تمام، ودولك بردك اللهم صل على النبي عليهم. ايه ياض، والنتايج ده يا جدعان صح اللي حصل امبارح،
الدقة بتاعها اللي انا كنت ماسكه صاحبه جالي وخده ماشي. قلت لكم انا اي حد بيبقى ليه حمام عندي لو جه طلبه باجي اديهوله. جه يا جدعان راجل شخصيه محترمه، جه خد الفرد وعطوله مفيش اي مشكله. بقول لك يا جدعان جيت ما لقيتش الحصى بتاعهم، اكيد زي العاده الفران كلته تمام. ودولك لا دولك ما شاء الله الحصويتين الفران ما جاتش جنبيهم تمام تمام وها ايه ده؟ ده بص يا جدعان البيضه فين؟ طب ديك ايه، هما وقعوها ولا الفار كلها؟ الله لا اعلم. ودولك اللي لسه مجوزهم لبعض برضك، شكلهم كده بيجهزوا العش تمام كده. الحوار ده كله تعالوا بقى اوريكم، في عصفورة جديدة هنا يا جدعان، عصفورة جديدة عصفورة جديدة يا جدعان. ديك ابن عمتي لقاها في الشارع بيحسبها ذكر، جاب عشان اديها النتاية دي، طلعت نتاية كمان ومفترية، قعدت تعضني عض يا نهار اسود. ماشي يا جدعان تمام تمام كده. ده كل حاجه كده يا جدعان في الغيه، وطبعا الغيه ديك هناخدها بقى. البيت اللي انا رايحه ده يا جدعان ده بيتنا اصلا ملكنا، فده بقى هنظبط عليه بقى كل حاجه على اصول. هنا عشان ايجار فالواحد مش كانش عارف يعمل على راحته، والغيه ديك يا جدعان هشوف لها مكان كده استراتيجي كده يبقى في وسط الناس، رايح جاي يبقى ديكور برضه، واخلصها برضك اعمل لها رسوماتها وادهنها. وبص يا جدعان ان شاء الله الفتره الجايه فترة دمار. فالفيديو ده بس حبيت اقول لكم عن المفاجأة ديك، وان شاء الله ان شاء الله اللي من دار السلام ينتظرني جاي، وان شاء الله هتشوفوا احلى فيديوهات هناك. وانتظروا بقى واحنا بنفك الغية ديك، واحنا بننصبها هناك، واحنا بننقل، واحنا بنعمل بوكس للكلب. فده هتبقى على القناة التانية، وصح يا جدعان القناة التانية وصلت ل1000 مشترك، فعشان ما اطولش عليكم. فكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.